مش معاك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم اخويا، دابا حنايا في درب عظام منطقه سباته زيروكات معروفه اخويا. اليوم عندنا هاد الاجواء كنشوفوها من العام لعام ديال العيد، كنشوط الريوس يعني كنخدموا ان شاء الله، كندبروا على راسنا وشي كيترزق على الله، دايرين واحد الثمن مناسب كنشوطوا مع احياء شعبيه، يعني كنشوطوا دايرين 20 درهم الراس والعين ديال فيها 20 درهم تشواط ديال الراس معروفه طريفه زعما ما كاينش، واللي ما عندوش كنتعاونوا معاه، واللي كاين لي شي ناس ما كيجيو كيقول ما عندناش، عندنا 10 دراهم لعيبه كنشوطوا لهم، ما عندناش المشكل، يعني كلشي كيترزق على الله والدراري حنا بخير. هاد الاجواء كنشوفوها من العام لعام الحمد لله، ما كاين لا صداع لا والو لا مشاكل الحمد لله، كلشي كيترزق على الله. وهاد المنطقه ديال درب عظام راه معروفه سباته، يعني كلشي كيدبر على راسه وما كاينش ديك اللعيبه الحسد ولا شي لعيبه، كنديروا الخير كنتعاونوا. كنا دايرين دابا الفندق ديال الخروف، كنا كندخلوا الحوالة ديال 500 ريال الراس، كيباتوا اللي ما عنده المهم دايز هذاك الشيء، اللي عنده اللي ما عندوش راه كاين هذا الشيء اللي كاين اخويا. هاد الاجواء راه كنشوفوها من العام لعام، حنا كنتمناو من الله منو شاف الصداع كنساليو كنحيدو الزبل كنطفو داك الشيء النظافه، يعني ما كاين لا صداع لا والو، كنخرجوا الناس يقولوا لنا حيدوا داك الشيء من ساليو، الحمد لله كنحيدو كيخرج داك الشيء سالم، وهذا الشيء اللي كاين اخويا. السلام عليكم، مبروك عواشركم على المغاربه كافه من طنجه للقويره، والله يشان ربي يرفع عنا هذا الوباء هذا ان شاء الله، وكنتمنى من المغاربه كاملين يكونوا بصحه جيده، والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. اخويا الاجواء كدوز في سباته اش غنقول لك، يا سلام ما اروعك، اجواء كدوز في سباته ما نعاودش لك، ما عمر شي اجواء غدوز سباتة تلفني السياسي. وبالنسبه للناس كنتعاونوا معاهم، اللي ما عندوش كنتعاونوا معاه، اللي ما فحالوش كنجمعوا ليه شي بركه وكنتعاونوا معاه في سبيل الله. حنا الدراوش معروفين كيتعاونوا مع الدراوش، حنا بعضياتنا، والاجواء الحمد لله بخير، كنتمنى الله يرفع لنا هذا الوباء هذا. ورا الدراري كيما شتو راه تما كيعاونوا كيساندوا بلا ما كيدبر على راسو بالحلال، فهمتيني؟ وكنتمنى من الله، كنتمنى من الله من المسؤولين يرزقوا علينا هاد الحجره هذا اللي داروا لنا على غفله، فهمتيني؟ هاد الشيء راه ما هواش، هاد الشيء القرار جا مفاجئ، وبين ما بين عشيه وضوحى سوف نغلق، هاد الشيء راه ما كاينش. وكاين لي شاد العرابن، دابا انا عندي سبعه العراسات وشاد فيهم العرابن، والناس مكوموندية التريتور والماكله، واش غنقول لك؟ انا لله وانا اليه راجعون. وبنادم يعلمك قبل، يعلمك بشي شهر ما تبان مدير الاحتياط ديالو، ودابا هما قال لك غدا قرار غدا لا الجمعه، واش راه ما واش العثماني، هادشي راه ما هواش السي العثماني، قرارات خاطئه. لا ما اش غنقول لك، راه الشعب الشعب راه مكرفس، الشعب راه مكرفس. شنو كديروا مع الكليه اللي كيطالب بالعرب؟ ودابا دابا انت ما عندك ما تغدير، دابا العرب العربون في الاطار القانون ديال المهنه راه ما كيرجعش، ولكن كيوقف عليك بنادم في هذه الجائحه ديال كورونا ما نقدرش نرجع ليه العربون. انا راه ندير معاه شي حل، كنا غندير معاه شي حل ونقدر نقول لي العربون يبقى عندي حتى غيوقعوا المشاكل، راه غيوقعوا المشاكل. وكنطلب من الحكومه اللي علنت على هذا القرار هادو يديروا لنا شي قرار، دير مهله مهله واحد جوج سيمانات ثلاثه ويفتحوا لنا الابواب، واش حنا يلاه بنادم بدا كيتمعش وبدا كيترزق على الله، وسديتو عاوتاني الاغلاق، وكاين اللي ما عندوش ما فحالوش كثار، كاين انقطاعات كثار. الله يهديك السي العثماني، الله يهديك الله يهديك السي العثماني، قتلتينا السي العثماني. الاستفاده اللي عندنا حنا لافونتاج اللي عندنا هو عندنا القاعه كتهز واحد 40 طابله ولا 50، الا درنا فيها 10 غادي يكون تباعد كثير ما بين الانسان ما بين طابله وطابله، نقدروا نديروا جميتر ما بين طابله وطابله، ما يمكنش بين ليله ونهار نقولوا صافي قرار خرج بحال كذا، قرار مخطئ خاطئ. كنتمناو من السي العثماني انه يدير شي حل في هذا القطاع، هذا القطاع راه مضروب. والله خدمنا شهر، خدمنا شهر ديال الايام ريزيرفين على حساب، خدمنا شهر ديال الايام خلصنا ثلاث شهور ديال الكره، خدمنا شهر ديال الايام خلصنا ثلاث شهور، ودابا قال الله بدينا كنترقعوا، لا عاوتاني غنسدوا الحجر. واش راه ما كاينش؟ واش بغيتوا المغاربه؟ انا بالنسبه لي انا كمغربي وكمواطن مغربي انا راه ضريت، راه تبلوكيت من الداخل، وتصور دابا ما عنديش دابا باش نخلص كاع الانسان، هذا القطاع هاز الانسان بزاف. حنا دابا كنشوطوا، حنا كنشوطوا 300 400 الراس، وكاين اللي ما عندوش كنتعاونوا معاه،
حسابي الله و ضرينا ما الطاكسي حتى ما ضروا بزاف راه كلشي ضر. السي العثماني دير معنا شي حل. السي العثماني الله يهديك السي العثماني. السلطات دير لنا شي حل في هذا الموضوع. هذا الموضوع هذا شويه صعيب. عاش الملك وعاش الملك ديما سيدنا فوق الراس. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.